قال متحدث عسكري إسرائيلي إن جنديا إسرائيليا قتل خطأ في اشتباك بين عناصر من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع قطاع غزة. وأوضح المتحدث أن مجموعتين من الإسرائيليين كانتا متمركزتين قرب الحدود مع غزة ولم تكونا على علم بوجودهما معا في المنطقة ذاتها، تبادلتا إطلاق النار مما أسفر عن مصرع الجندي. وأشار المتحدث إلى اعتقال ثلاثة متسللين في الحادث، لكنه لم يكشف عن هويتهم.